وأعظم ذكر الله عز وجل أن تقرأ القرآن، وللقرآن أثر عظيم في القلب. ولذلك يا أخي، ولذلك يا أختاه، وصيتي وصيتي وصيتي، القرآن. لا تخلوا يومكم من قراءة القرآن، اقرأوه بحب وتدبر، وقفوا عند آياته، للقرآن أثر عظيم في القلوب. حتى على قلب الكافر إذا استمع للقرآن وأقبل يستمع للقرآن يجد له حلاوة في قلبه. حدثني أحد الدعاة في أفريقيا أنه عندهم إذاعة، وأنا قد وقفت على هذه الإذاعة، ويضعون فيها القرآن. قال: فجاءنا مسؤول كبير من الدولة يبحث عن مقر الإذاعة، وصل إليهم وقال لجهله لأنه وثني، قال: الغناء الذي تضعونه في هذه الإذاعة يريحني ويجعلني أنام، أنا كنت أعاني من الأرق، لكن الآن أسمع لإذاعتكم وأسمع هذا الغناء، يسميه غناء لجهله، الذي تضعونه فأرتاح وأنام. ما هذا الغناء؟ فقالوا له: هذا القرآن، هذا كلام الله عز وجل. فرغب أن يسمع أكثر، ورغب أن يعرف عن الإسلام أكثر، فعلموه فأسلم. سبحان الله، أثر القرآن في قلبه حتى وهو وثني لما أخذ يستمع للقرآن. فكيف بالمؤمن المسلم الموحد؟